عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. هذا الفيديو هذا عبارة عن جوج ديال الدي اي واي اللي ما كيتعداوش 3 دولار الواحد، والنتيجة غادي تشوفوها ان شاء الله معايا في الفيديو. بالنسبة لهذا الاقتراح هذا كنحتاجو دي كادر. هاد الكادرات هادو راه كاينين في دار تري، عندو بزاف ديال لي كادر وأشكال وأنواع، كاين صغير ولا كاين كبار، يعني الشكل اللي بغيتي. هاد الكادر هادو ماشي بالضرورة أنك غاتشريهم باش تعلق في التصاور ديالك ولا هذا، ممكن أنك دير بيهم شي حويجات يعني في الكوزينة، تيزيدو عليها واحد في الكوزينة في هذا في أي بلاصة، أي بلاصة المهم على حسب نتيا شنو بغيتي. مثلا أنا بالنسبة للاقتراح اللي عندي، يعني شنو درت بيهم أنا، أنا خديت هادو، هذا ديال 8 10 شوية كبير، خديتهم وخديت شنو وشنو درت، مشيت دخلت للانترنت وخرجت شي تصاور. انا اللي بغيت كنت بغيت نصوب ديك الكافي ستيشن، بلاصه ديال القهوه، وبقيت ليها يعني كنقلب على شي هكا لوحات كيتباعوا، كيتباعوا شويه غاليين، يعني باش تاخدي لوحه صغيره كتكون غاليه بزاف، خاصه ملي تكون مكتوبه فيها ديك كوفي ولا فيها شي حاجه كتكون غاليه. اشنو درت، دخلت للانترنت وعزلت التصاورات اللي عجبوني وتيريتهم. انا مشيت تريتهم من ستابلرز. نتوما راه ممكن الا كانت عندك بلانتا في الدار راه ممكن تيريها غير وحدك الشكل اللي بغيتي، وتحاولي تجيبي الصوره تكون على قد الاطار اللي عزلتيه، لحقاش هذا الكادر كاينين فيهم صغار وكبار على حسب البلاصه فين بغيتي تحطي. انا مثلا بغيت هذه ديال الكافي، تيريت هذه وتيريت هذه وتيريت هذا الشكل، هذه ثلاثه اللي تيريت، حتى انا غادي نشوف شكون اللي تجيني فيهم. صافي تناخذ الكادر ديالي راه ممكن مثلا كاين اللي عندهم البلاصه ديال هذا ديال بيت الصابون تيكتبوا عليها تيدي ولا ديك اللوحه تيعلقوها في الدخله ديالها، كاين ديال الكوزينه، يعني كاين اشكال الالوان على حسب انت اش من اشنو بغيتي تقادي، شنو بغيتي مثلا ديك اللبسه ديالك بالضبط هذا بغيتي تدافع على حاجه ديالك ديال الدار. انا غادي نشوف هاني، هذه كنت ديجا قطعتها، غنوريكم الطريقه كيفاش غتقطعها على قدر الكادر. مثلا غادي نبدا نصوب هاد الشكل، هاد غادي نجيبها ونجيب هاد اللي كانت فيها الاولى وغادي نحط عليها، يعني هادي تقريبا راه نفس قد الصوره، هادي غير هنا اللي سميتو اللي باش كبيره ليها. كنحط غير هنا، اما تحط على هذا ولا تحط على الدجاجه. بهذه الصوره غادي نحط على الدجاجه باش نشوف باش تجيني في الوسط ديال الدجاجه. غادي نحاول نقطعها من هنا باش تجي داخله شويه على الدجاجه، صافي، ونقطع على حسب الكادر ديال الصوره، المهم خصها تجي قد الدجاجه باش تجي في الاطار مزيان، يعني فكره بسيطه، يعني انت غادي تبقى تتابع هذه الحاجه كل وحده وعندها افكار باش كتبدا، يعني ماشي بالضروره انا تقلد داكشي اللي شافته، تقدر تطيح لك غير فكره وانت يعني تديرها على حسب شنو هذا البلاصه اللي بغيت تقادي وبزاف ديال الحاجه. رد هذا في الايفون هذا الشكل. من هذا تابلو كيتقام عليك بثلاثة جوج ونص ثلاثة دولار كاع الماكسيموم كاع ثلاثة دولار، وكيبقى ديك بطبيعة الحال كيكون الذوق ديالك.
هذا واحد دي اي واي قلت لي ديت هادو راه كاينين في دار الخير ديال الشمال كاينين، وهادي خديتها حتى هي ديال الشمال، انا خديتها غير من البلاصه ديال المستعمل حتى ب 50 سنت، وكاينين بزاف راه موجودين بحال هاد الشكل، ماشي بالضروره هاد الشكل هذا ولكن يعني هكا صغيورين. هادو كتلقاوهم بزاف موجودين، كاينين في ايكيا كيديروا غير 50 سنت، كيدير واحد الموديل سام هذا لحقاش ماشي يعني ما غاديش تحتاجوا يبان، غادي بغيتو غير سيبور باش ملي الشكل اللي غادي نسوق غادي نقول لكم كيفاش غادي ما بغيتهمش يجيو في نفس المستوى. حاولت خديت هذه باش نقاد بها الديكور باش تجيني وحده لتحت وحده فوق. انا غير دابا غادي نحاول نصبغهم بهذا بالبريون، هاد الصباغه هادي زوينه تعطي واحد الكولور زوين احسن، لاقاش كاين بزاف الانواع ديال هاد البريو هكايا لهاد الشكل الدوري، يا كنقول البريو الدوري فوالا الدوري فيه بزاف ديال الدرجه وكاين بزاف الانواع ديال الصباغ، ولكن هاد الكاليتي هادي زوينه وما غالياش، هي دايره غير 3 يمكن 84 يعني ما وصلش ل 4 دولار رخيصه. نصبغهم دابا ونتلاقاو ان شاء الله باش نوريكم التتمه ديال هاد الدي اي واي. هادو هما بالما صبغتهم، وحده غادي نخليها هنا ما غاديش ندير والو، هادي غادي نحاول نلصق معها هاد السيبور هذا باش تهز شويه من الفوق. اول حاجه غادي ندير بعدا غادي ندير الاي 6000 وندير الجلوكان باش هاديك تشدها ليا دابا على ما تنجفات. نحاول نلصقو في النص ديال هاد الهدية، المهم نخلي هدا يدير ينشف، مادام تغندير نفس الديكور، إذا نخلي هدا ينشف على خاطر تتنشف هاد الصباغة ديال اللصقة ديالو، وغنوريكم شنو غندير شنو الديكور اللي غندير فيه. غادي ناخد هاد الوردات هادو، يعني اي وردة عندك المهم شي شكل هكايا تتاخدو وكتاخد. عندي انا هادو لقيتهم زرتهم شوية رخاص عند لقيتهم غير في المستعمل بلاصة ديال المستعمل لقيتهم رخاص وخديتهم. نتوما اذا ما عندكمش هادو راه ممكن تعوضوهم غير هاد البيبنات هادو راه كيتباعو في دولار تري، هادي وتتلصق ليها واحد سميتها بحال شكل ديال المجر ديك البواني يا سيوا. غادي هاد الدي اي واي غادي نديرو في شكل اخر ونوريكم الطريقه، وكيعطي نفس الديكور اللي كيعطي هذا. غادي نحاول هاد الورده هادي نقطعها من هنا بحال هاد الشكل هكا، وخديت هذا هذا بركي اليوم دابا على حساب راس العام هاد الديكور هادي فيه ديال الضو كيف دلالتي بالحجر. غادي ناخذ هنا الطول تحت وندير عليه الورده، نشدو هكايا الورده هذا غير تندور بطريقه عشوائيه ونشعلهم. هذا هو الشكل ديال الكسيوجي، تيتحطو هكا فوق شي فيترين ولا في شي بلاصه كيعطيو منظر زوين. هذا سميتو هذا بالنسبه لي ما عنديش نقاط، هذا راه نفس الشكل
غادي لحقاش غنصوب جوج نفس الشكل وغادي نحطو في نفس البلاصه. عطيني نوريكم الديكور كي غيجي فيهم ملي غادي نحطهم في بلاصه.